من العصر لا ان شاء بتاعه. الله. طيب دي كنا سمعان المستشار بيوصل للتألق ووصل للنقطة العاشرة بعد فوزه على مصر المقاصة 3-1. مصر المقاصة مع المستشار عنده فرقة القيد موقوف بيلعب بالناشئين، لكن قدم أسماء من الناشئين هتبقى دافع للأندية كلها خلال الفترة القادمة بخبراتك. والله أنا بشجع إن كل نادي بيعتمد على الناشئين بتوعه. يعني ما بحبسش إن أنا أجيب لعيبة جاهزة. يعني دي سياستي حتى في نادي 6 أكتوبر. أنا لما جيت لقيت إن النادي كله لعيبة جاية من بره. من بره. طب ما لهمش ولاء للنادي وبتاع، وإحنا نزلنا للدرجة الرابعة. طب بعد الرابعة في إيه؟ ما فيش حاجة تاني. هحزن عليها. لا. فقلت لهم لا، كله يمشي واعتمد على ناشئين النادي. صح. النهارده الحمد لله ناشئين النادي بيقدموا مردود كويس جدا وعاملين نتائج فوق العاده صراحه، مع فرق يعني تقيله يعني الحمد لله. فعشان كده انا بشجع اي نادي بيعتمد على الناشئين، هم دول الثروه بعد كده ان شاء الله. فده حي نادي المقاصه على هذا. ونادي ذكرني كنت شايفه برضو فترة الموسم اللي فات متوحد جامد جدا، اتفرج له على الماتش ما شاء الله، وكان يعني فوق وكان بينافس. انا شايفه كده في المركز العاشر برضه لا يليق بنادي ذكرى. بس الفرق يعني انت بتتكلم 10 نقط من 15 فرق ماتش، فرق قريب. الدنيا قريبه، ماتش الدنيا قريبه. طارق حجاج عامل فرق كويس جدا. جدا طارق حجاج من الناس، مدرب موهوب ومش واخد حقه، مش واخد حقه. خلي بالك المقصه هيبيع من الناشئين ديت، وافتكر كلامي 5-6 لعيبه نهايه الموسم. بص وليد الهويدي النائب سياده النائب يصبر على الفرقه دي، الفرقه دي هيبقى لها امل كبير جدا. بالظبط. وخلي بالك يا دكتور في برضه معلومه ان كان قال لي على الكابتن طارق حجاج ان باب القيد هيتفتح في يناير اللي جاي. لما بالنسبه لهم لان موهوب باب القيد ما كان موجود، فممكن يدعم باثنين ثلاثه لعيبه خبره هيفرقوا مع الكابتن طارق حجاج، بس هيكون يبقى دخلنا على الدور الثاني يكون عدى يعني. طيب. لكن برضه هو الفرقه كويسه. انا هبعد الحرج عن معالي المستشار لانه طبعا صديق المستشار الشافعي صالح. المستشار الدكتور الشافعي صالح واحد من الناس الجميله اللي لها محبه رئيس نادي اسوان. طبعا. ولكن اسوان فاز مباراه على غزل المحله، مباراه كبيره جدا، ثم هزم في المباراه الثانيه امام وي، وبرضه وي فريق يعني قوي مع جمعه مشهور. ولكن ايضا هشام زكريا واحد من المدربين الكبار اللي جه خلف علي حمدي حمدان، شفت المباراه دي ازاي؟ بص يا دكتور يعني انا متوقع اي حاجه في اسوان في التوقيت ده. لان الكابتن هشام زكريا لسه بيشوف الفرقه، مدرب كبير لسه. كبير جدا هشام، واحد من الناس الكبيره جدا، اكيد هيغير، اكيد هيعدل في الفرقه. اكيد هيدفع ببعض الناشئين، بعض اللعيبه اللي موجوده بره. كابتن هشام زكريا اديله فرصه على الاقل 3 مباريات تبدا تشوف خبره ونتائج كابتن هشام زكريا مع اسوان. وانا بقول للمستشار الشافعي بيه صالح، الشافعي بيه صالح من الناس الكويسه جدا اللي بيحارب، بس بصراحه يعني هو اللي الله يكون في عونه امكانيات ماديه محدوده.